الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله عند كل نعمة، والحمد لله حمدا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل نبي وأشرف وأزكى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأمسية المباركة، أمسية ولادة خير الأنام الرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم، أنقل إليكم فضيلة الشيخ تحية من عند الله مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا نحيي شيخنا وضيفنا وحبيبنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أيها الأحباب، من كل قلب يمتلئ بالحب، عينان تشعان بالصدق، وكل لسان ينطق تقول أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور بين أهلك وأحبابك وأخوة لك في الله. إن هذه الأخوة التي أتت إلى هذه المكان، مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه، جاءت لتعلم بلسان حالها ومقالها إنها جموع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنهم بإذن الله أهل الحق الذي تصدع أنت بكلمته، إنهم أتباع محمد الذي تجدو أنت بدعوته. أخوتي بالله، أدعو سماعكم للتعطر بكلمات يلقي علينا فضيلة الدكتور فيتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أولي الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، في مناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من وقفات متأنية حول معاني هذه المناسبات. بادئ ببدء، الإسلام له كلمة أساسية هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة شطران: توحيد الألوهية ومقام النبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين، والنبي عليه الصلاة والسلام حبيب رب العالمين. هذا النبي الكريم جعله الله مثلاً أعلى للإنسان، فنحن خلقنا لنكون على شاكلته، فلا بد من أن نعرف أخلاقه وشرائعه. يعني الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا قرآن كريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو له سنة قولية، سنة قولية، له أحاديث: افعل ولا تفعل. فنحن كمؤمنين مكلفون بنص القرآن الكريم أن نأخذ كلامه ونطبقه. وما آتاكم الرسول فخذوه. الآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أقواله، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله. أقواله سنة وأفعاله سنة وإقراره سنة. لا بد من توضيح بين الأقوال والأفعال والإقرار. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصرة. هذه أقواله.
إذا علينا أن نتعاون، أن نجتمع، أن نتناصر، أن نتكاتف. بالمناسبة يعني أروع ما في هذا الدين أنه دين فردي ودين جماعي. إذا أخذت به الجماعة تتعاون وتتحد وتقوى وترقى، وإذا أخذ به الفرد يقطف ثماره، تقطف ثمار هذا الدين مرة، تقطف كجماعة، تقطف كأفراد. فلو أن الإنسان وجد ناس انصرفوا عن الدين وقصروا في تطبيقه، عليه أن يأخذ به هو وينجو به. إذا أخذ به المجموع أفضل، أما إذا أخذ به وحده يقطف ثماره. إذا النبي الكريم له أقوال، أقوال تعد سنة ثابتة، لأن السنة الثابتة ما قاله النبي. الآن ما فعل النبي؟ كيف عامل جيرانه؟ كيف عامل زوجته؟ كيف عامل أولاده؟ كيف عامل أصحابه؟ هذه سنة أيضا، فأنا مكلف أن آخذ سنته القولية وسنته العملية. يعني كان إذا مر الصبيان سلم عليه مثلا، إن سنته ليتألف قلوبه، بل كان أحيانا يلعب معه وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وهو على المنبر دخل ابن النبي الصغير حسن، أثناء الخطبة نزل من على المنبر وحمله وصعد المنبر وتابعه ليعلمنا كيف نعتني بالصغار. فله أقوال وله أفعال وله إقرار. سكوت النبي إقرار. مرة كان عند أحد أصحابه الذين توفاهم الله، كان من عادته أن الصحابة الصحابية إذا توفي بدأ النبي زيارته في بيته قبل الغسل وقبل التكفين. فأحد أصحابه اسمه أبو السائب فمات، فجاء إلى بيته فسمع امرأة من وراء الحجاب تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو بقي ساكتا لكان كلامها صحيحا. إقرار سكوت النبي إقرار. فسألها: ومن أدراك أن الله أكرمك؟ قال: قولي أرجو الله أن يكرمك. فرق كبير بين أكرمك الله يقينا وبين أن يكون دعاء. قولي أرجو الله أن يكرمك، ثم قال: وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا الأدب مع الله. إذا نحن نتعلم من أقوال النبي الكريم ومن أفعاله ومن إقراره. لكن الآية الدقيقة جدا والتي نحن في أمس الحاجة إليها هي قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما معنى هذه الآية؟ طبعا في حياة النبي لها معنى واضح، ما دام النبي بين ظهرانيهم هم في مأمن من عذاب الله. لكن ما معنى هذه الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ كهذا الحال النبي ليس معنا، توفاه الله. قال العلماء: وما كان الله ليعذبهم، أي ما كان الله ليعذبهم من أشد أنواع صيغ النفي، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يعذب أتباع النبي ما دام هو فيهم. كيف فيهم؟ إذا كانت سنته مطبقة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. قالوا: نطبق السنة لا نعذب،
ما من طبق نعذب. وهذا يذكرني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب دابة فأردف معاذا وراءه، أي ركب الدابة وراءه. في الطريق قال: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ فهذا معاذ مؤدب جدا، قال له: الله ورسوله أعلم. بعد حين قال له النبي الكريم: حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. الآن جاء السؤال الثاني، قال: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ أدقق، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ فجاء الجواب، قال: ألا يعذبهم الله عز وجل. من خلال هذا النص النبوي أنشأ لك حقا عليه. الله عز وجل من خلال هذا النص النبوي أنشأ لك حقا عليه. أنت إذا أطعته وعبدته أنت في مأمن من عذاب الله. هذا الأمن الذي يحس به المؤمن لا يقدر بثمن. إنك بأعيننا، قل: لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا الأمن يحتاجه الإنسان، لأنه الحقيقة السلام غير الأمن. قد يمضي وقت طويل ولا يصاب الإنسان بمكروه، إذن هو في سلام. لكن الأمن ألا تتوقع المكروه، لأنه توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. وأنت من خوف مرض في مرض، ومن خوف الفقر في فقر، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. فالإنسان إذا آمن بالله عز وجل وطبق من يحبه استحق نعمة الأمن. والله عز وجل يقول: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ جاء الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لكن لو أن الله قال: أولئك الأمن لهم، هل تختلف عن أولئك لهم الأمن؟ قال: اختلاف كبير جدا. لو قال: أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أما إذا قال: أولئك لهم الأمن، يعني الأمن لهم وحدهم، ولا يتمتع بالأمن إلا المؤمن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا تقديم وتأخير يعمل حصر وقصر باللغة، في معاني دقيقة متعلقة بسيادة الجملة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأيها الأخوة الكريم، أنت الإنسان، أنت المخلوق الأول، لقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأنت المخلوق الأول عند الله، ولأنك قبلت حمل الأمانة كنت المخلوق الأول، ولأنك كنت المخلوق الأول سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالكون مسخر في هذا الإنسان تسخير تعريف وتكريم. ولا شك أن المسخر له أكرم من المسخر، فأنت المخلوق الأول. هل تعلم أنك المخلوق الأول؟ بمعنى أنه يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة. فوق الملائكة. الدليل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وإن سمت شهوته على عقله
أصبح دون الحيوان، فأنت بين أن تكون فوق الملائكة ولا سمح الله ولا قدر، وبين أن يكون هذا العاصي أحقر من أي أخر، فليس هناك حل وسط، فوق الملائكة أو أحقر من أحقر حيوان. لذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا فيما بينهم وبينهم، هذا أكبر عطاء إلهي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إلا أنه يعني الطرائق إلى الخالق في عدد أنفاس الخلائق. أنت من بيتك تصل إلى الجنة إذا كنت أبا صالح، إذا كنت زوجا صالحا، زوجا رحيما، حكيما، أبا مخلصا. أنت في عملك تصل إلى الجنة إذا أتقنت عملك وعملت الناس معاملة طيبة. أنت في زواجك تصل إلى الجنة، في تربية أولادك تصل إلى الجنة. فالجنة مفتحة الأبواب لمن عرف الله واستقام على أبواب. إخواننا الكرام، في واحد من الحاضرين لا يتمنى السلامة، في واحد من الحاضرين لا يتمنى السعادة، في على وجه الأرض 7 مليارات إنسان، 7 مليارات، المليار 1000 مليون، 7000 مليون إنسان، ما منهم واحد إلا ويتمنى السلامة والسعادة. لكن لأن هذا الإنسان كما يقال أعقد مخلوق على وجه الأرض، تعقيد إعجاز، هذا الإنسان حينما يطبق منهج الواحد الديان يسلم ويسعد، لأنه كما يقال الإنسان حريص على سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده، حريص على سلامة الوجود، ما يكون في مرض أو ضرر، ما يكون في فقر، ما يكون في سجن، حريص على سلامة الوجود. فإذا سلم وجوده هو حريص على كمال الوجود، كل زوجة جيدة، أولاد أبرار، رزق وفير، مكانة اجتماعية، وصحة طيبة، هي كمال الوجود. وحريص أن يعيش 130 سنة، وحريص على استمرار الوجود. أولاً سلامة الوجود بتطبيق تعليمات الصالح، لأنك أعقد آلة في الكون، وهذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. وهذا الإنسان فضلاً عن أنه أعقد آلة في الكون هو إنسان يحتاج إلى إله عظيم يركب إليه. فإذا عبد الله سلم من كل مكروه، والدليل أن الإنسان خلق لعبادة الله عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ما هي؟ قد يتوهم أحدكم أن العبادة أن تصلي، لا، العبادة أخطر من ذلك، العبادة أن تكون كل حركتك وفق منهج الله. يعني صيام وصلاة وحج وزكاة 5 بنود، بينما العبادة قد تكون 100,000 بند في كل شؤون حياتك، في صحتك، في زواجك، في إنجابك، في تربية أولادك، في معاملة زوجتك، في معاملة خصومك، في معاملة من هم دونك، من هم فوقك، في كسب مالك، في إنفاق مالك، منهج واسع. هذا المنهج قد يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، يعني يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان وينتهي بأعقد مشكلات الإنسان، منهج كامل. فأنت كعبد
لك خالق، الخالق تعليمات، الصانع، والجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. فلذلك يجب أن تسأل نفسك هذا السؤال، لماذا أنا في الدنيا؟ يعني واحد أرسله أبوه إلى باريس، في باريس جامعات وفي ملاهي وفي معامل، يا ترى وفي هذه المدينة من أجل كسب المال؟ إذا كان كذلك الحركة نحو المؤسسات والمصانع، وإذا كان القضية قضية عدم الاتجاه نحو السربون، وإذا القضية قضية نزهة نحو برج إيفل، يعني أنت بس حينما تعلم ما علة وجودي في هذا المكان، أي أن الحركة لا تصح ولا تقطف ثمارها إلا إذا عرفت سر وجودك. الآن ما سر وجودك في الدنيا؟ قرأ القرآن، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما العبادة؟ إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تتوهموا أن العبادة صلاة. العبادة خضوع كامل لمنهج الله التفصيلي. الصلاة ضمن والصوم والحج والزكاة، وضمن أن تحسن اختيار الزوجة، أن تحسن تربية الولد، أن تحسن كسب المال، فمنهج واسع. فلذلك لما الإنسان لا يعتني بدينه، لا يعتني بالعلم، لا يعتني بفهم الأحكام، ضيع شيئا كثيرا. والإنسان يبعث أيام، أنا ما قرأت تعريف للإنسان جامع مانع رائع كتعريف الحسن البصري، قال الإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، الإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. كل واحد منا يبعث قضاء قد يكون 67 سنة، 67 سنة ضرب 365 بيطلع كم يوم؟ ضرب 24 ساعة، ضرب 60 كم دقيقة؟ ضرب 60 كم ثانية؟ ممكن يكون عمر الإنسان محدد بالثواني. فبيجي وقت انتهى العمر، في موت. شو هذا الموت؟ الموت ساكن البيت، غرفة ضيوف، غرفة جلوس، غرفة نوم، زوجة، أولاد، كنائن، أحفاد، بنات، أصهار، مكان اجتماعي، سهرات، لقاءات، زيارات، حفلات، إناس، فجأة على القبر. لذلك قال أول ليلة في القبر أصعب ليلة، لأن الله عز وجل يخاطب هذا الإنسان يقول له عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولن يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يعني من باب الرواية واحد له أب غني جدا، غني جدا في مصر، أو لعلها قصة تعليمية، فسمع هذا الحديث من أول ليلة أصعب ليلة، فجاء بإنسان فقير، فقير جدا، قال له تأخذ 10 ليلات قدام مع أبوه الليلة بالقبر أول ليلة، هذا طبعا مبلغ ضخم جدا، صفح، أول فتحة بالقبر، هي قصة رمزية طبعا. شو بيبس هذا الشخص؟ من شدة فقره كيس خيش فاتحه من فوق طالع راسه من فوق من الطرفين كتير وعطوا حد. اجوا الملكين جلسوا وقالوا هذا طيب مو هي هاي الحبلة منين جبتها؟ بدوا بالحبلة غير الكيس منين جبتها؟ قال البستان. شلون فتها البستان؟ ما عاد يجاوبها.
موتوه بالقتل. شلون دخل البستان سفي حبله دفع حقها سرقها موضوع ثاني سفي كيس الخيش طلع من الأبقى أضع عند أبوه. بس الآية الكريمة فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أن تأتي إلى الدنيا من أم وأب وأن تفعل ما تشاء وأن تكسب المال كما تشاء وأن تتنعم كما تشاء بلا ضابط بلا منهج بلا شرع بلا حلال بلا حرام وأن تغضب من الزوج فتطلقها ظلما وعدوانا وأن تكذب على الناس فتأخذ أموالهم ما في حساب عليه. دقت به الآية يخشع بدنا أيحسب الإنسان أن يترك سدى بالبساطة ألم يكن نطفة من مني اليمنى. البطولة أيها الإخوة أن هذا اليوم يوم المغادرة أن تدخله في حساباتك. يوم المغادرة أيام أنا بدخل لبيت للتعزية يكون المتوفى غني جدا. في عندنا أحياء دمشق البيت ثمنه 200 مليون 200 في بيت ب 10 ملايين ممتاز هذا 200 مليون فوت لبيت حقه 200 مليون يعني في أساس بشي 10 ملايين السجادة الإيرانية السريات الإستان الأساس الفخم الأجهزة بقول هالبيت مين اشتراه؟ المرحوم. مين اختاره؟ المرحوم. مين اختار الجرسين؟ المرحوم. مين اشترى السريات؟ المرحوم. مين اشترى طن الكلمات؟ المرحوم. بلا قيمة المرحوم. وين المرحوم؟ الأمر المرحوم. هذا الأمر حدا دخله بحسابه يا أخوان. في واحد ما حيموت وأنا معكم. في إنسان ما بيموت. لذلك البطولة كما قال الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بدأ بالموت لأنه حينما تولد الخيارات لا تعد ولا تحصى أما حينما يأتي ملك الموت كما قال النبي الكريم هو الذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا جنة أو النار. كنت مرة بأمريكا لقيت رفاه يفوق حد الخيال يفوق حد الخيال. سألتهم سؤال بس أنا عاوز قلت لهم أنتم بتموتوا طبعا إذا مثلكم مثلنا في موت في موت يا أخوان لا في زوجة لا في ولد لا في صهر لا في كلمة لا في وليمة، لا في طعام، ما في شيء طبعاً. فلذلك الإنسان إذا ما دخل الموت بحسابه يكون أحمر. البطولة أن أعيش المشكلة، المشكلة مغادرة الدنيا. فالإله لماذا خلقني؟ سؤال كبير. خلقك ليوسعدك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك للسعادة، للجنة. خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني نستيقظ الطعام عمل كسب مال حل مشكلات منا ثاني يوم لماذا أنت في الدنيا من أجل هذه الهموم فقط؟ كون كبير مجرات شموس أقمار جبال وهاب أطيار أسماك من أجل أن تعيش 60 سنة فقط وتموت بس في حياة أبدية. لذلك إخواننا الكرام وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إذا ما آمنت بالآخرة ما دخلت بحساباتك اليومية يعني مشكلة. دائما العمل
إذا وصلت هذه الصلة ترضي الله، إذا قطعت هذه القطيعة ترضي الله، إذا أعطيت هذا الإعطاء يرضي الله، إذا منعت هذا المنع يرضي الله. عطاء ومنع وصل وقطع وغضب وإضراب ينبغي يكون وفق منهج الله. لكن كيف تعرف منهج الله؟ لابد من طلب العلم. أنا والله أعجب أشد العجب، إنسان عايش يا أخي، أنت عايش هل تعرف الحلال والحرام؟ مو عارف. عرفان واجبات الزوج؟ مو عارف. عرفان كيف تربي أبنائك؟ أنت كائن أودع الله فيك قدرة، قدرة علمية. القدرة هي هل لبيتها؟ تعلمت. فأنا بتمنى إنه الإنسان يشارك بسيدي، بمحاضرة، بندوة، بكتاب، بدرس بجامع، يتلقى العلم. الإنسان بيشبه جهاز الهاتف، بده شحن، إذا ما شحنته بيشبه. فأنت تأكل كل يوم، تلتقي مع أهلك بعض الأيام الأسبوع، تشوف أولادك. فكرت بعلاقتك بربك عز وجل، العلاقة طيبة مبنية على الطاعة، في مخالفات، في معاصي، في آثار، في شيء ما يرضي الله عن الساويه، هذا مراجعة. لذلك إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنط من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبكم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبكم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدي. أيها الإخوة، أخطر علاقة للإنسان علاقته مع الواحد الغير. يا ترى العلاقة درستها أنت؟ في علاقة متينة، في محبة لله، في طاعة لله، في ساعة مناجاة مع الله. هل تتقرب إلي بخدمة عباده؟ هل تسيء إليه؟ هناك أسئلة كثيرة جدا ينبغي أن تقفز إلى ذهنك. من أنت؟ أنت المخلوق الأول. أنت في دنيا عابرة، بعد في آخرة مستمرة باقية. ماذا فعلت بهذه الآخرة؟ فلذلك تحتاج إلى شحن علمي وشحن روحي، تحتاج إلى مجلس علم. يا ترى في البلد محل ما أنت قائد درس علم، في احضره، في برنامج ممكن تتعلم فيه القرآن تابعه، في برنامج تتعلم فيه السنة تابعه، اقتني كتاب سنة وليكن رياض الصالحين، لا حديث. يعني الله عز وجل أودع فيك قوة إدراكية، أودع فيك حاجة عليا إلى العلم، هل لبيت هذه الحاجة؟ أما عايشين هملا، أكلنا شربنا نمنا، أكلنا شربنا نمنا، وبعدنا في مفاجأة كبيرة. المفاجأة اقترب الأجل، ماذا تفعل؟ والله أيها الإخوة، لما اقترب الأجل الإنسان ينسى حليله، ما تشعر به، ما تشعر. أما لو فرضنا اقترب أجله، لا بكل مطار في بيت، بيت بوابة، وكل واحد منا له بيت، بوابة خروج، هذا بيموت بحادث، هذا بيموت من قلبه، هذا من
من معدته إلى آخره، هذا من دماغه في بوابة خروج. يعني ماذا أعددت لمغادرة الدنيا؟ يجب أن تعد لها، أن تعد لها استقامة وعملا صالحا. فلذلك قضية الدين قضية خطيرة جدا، قضية مصيرية متعلقة بالسعادة الأبدية، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا يقبل عذابها. إذا أنت كائن متحرك، ما الذي يحرك؟ الحاجة إلى الطعام والشراب. هل هذا الطعام حلال؟ هل هذا الشراب حلال؟ هل هذا البيت إسلامي؟ هل خروج الزوجة في الطريق بثياب إسلامية أو غير إسلامية؟ هل خروج البنات بثياب إسلامية أو غير إسلامية؟ هذا البيت تقام فيه الصلاة أم لا تقام؟ أسئلة كثيرة كثيرة. فيا أيها الإخوة الكرام، راجع نفسك مراجعة دقيقة، واسأل نفسك أسئلة خطيرة، وضع نفسك موضع تساؤل. من أنت؟ أنت مخلوق أول. لذلك في القرآن الله عز وجل قال لك والعصر، أقسم بمطلق الزمن. العصر هو الزمن. أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن.